ازيكم، انا محمد عز. المره اللي فاتت اتكلمنا عن البيرسونال براندنج، المره دي هنتكلم عن نوع تاني من انواع البراندنج وهو الكوربريت ايدنتيتي. طيب الاول، ايه هي الكوربريت ايدنتيتي؟ الكوربريت ايدنتيتي هي الشخصيه او هويه الشركه، ولازم تبقى فريده من نوعها، ودوت بنعبر عنه عن التواصل مع الناس او التصرفات بتاع الشركه نفسها. تعالوا نعتبر الشركه دي شخص معين. زي ما قلنا في البيرسونال براندنج، هو البراند بتاع الشخص، هو بيلبس ايه، هو بيتصرف ازاي، او بيتكلم ازاي. نفس الفكره بالظبط مع الكوربريت ايدنتيتي، بس مختلف المسميات. مثلا لو انت بتلبس ايه، ده الديزاين بتاع الشركه. انت بتتصرف ازاي، ده البيهيفير. بتتواصل مع الناس ازاي، ده الكوميونيكيشن. طيب نمسك حاجه حاجه. اول حاجه هي الديزاين. زي ما احنا بناخد بالنا الناس هي بتلبس ايه، او دي اول حاجه بناخد بالنا منها الناس لابسه ايه. نفس الفكره في الشركات، الديزاين هو اول حاجه بتوصل للناس. عشان كده لازم نتاكد ان الديزاين او اللوجو او الالوان مناسبه جدا للشركه بتاعتي. حاجه كمان في الديزاين زي الاعلانات مثلا او التغليف بتاع الحاجه، دوت بيوصل للناس، فلازم نتاكد ان الحاجه دي كويسه ليه. الديزاين مش لوجو او الوان بس، لا كمان ممكن الاعلانات تبقى تعتبر ديزاين. يعني مثلا الحاجات اللي احنا بنشوفها على المحور، او الاعلانات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون، التغليف بتاع الحاجه نفسها، لازم كل الحاجات دي نهتم بيها عشان نوصل المسج اللي احنا عايزين نوصلها من الشركه. تاني حاجه هي البيهيفير. لازم نتاكد ان البيهيفير بتاع الشركه كويس جدا. لو احنا مثلا شفنا تي داتا بتتعامل ازاي مع الناس في الكاستمر سيرفيس، هتلاقي حاجه وحشه جدا. عشان كده الناس كلهم بتحول من تي داتا وتروح اي شركه ثانيه. عشان كده لازم اتاكد ان البيهيفير كويس جدا عشان احافظ على الكاستمر بتاعي ويبقى لوال كاستمرز. البيهيفير بتاع الشركه مش هو البيهيفير بتاع الشركه مع الكاستمرز بس، لا البيهيفير كمان بتاع الموظفين الشغالين جوه الشركه، لازم يتصرفوا على التوجهات بتاعت الشركه. تالت حاجه هي الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن بتتكون من الحاجتين اللي احنا قلناهم، الديزاينز والبيهيفير. عشان كده لو شفنا ماكدونالدز، الديزاينز بتاعتها معروفه جدا، والبيهيفير بتاعهم مع الكاستمرز كويس جدا، عشان كده بيوصلوا للناس بسرعه. طيب هي ايه اهميه الكوربريت ايدنتيتي؟ زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا عايشين في عالم مليان بالبراندز، لازم البراند بتاعتك تختلف عن الباقي. طيب ازاي اعمل كوربريت ايدنتيتي كويسه؟ طيب هنعمل كوربريت ايدنتيتي كويسه ازاي؟ بثلاث حاجات اللي احنا قلناها. لازم يبقى عندك فيجوال ايدنتيتي وفيجوال ديزاين كويسه جدا عشان توصل للناس بسهوله. تاني حاجه لازم البيهيفير بتاعك يبقى فريندلي وما تخسرش حد. تالت حاجه الكوميونيكيشن، لازم توصل للناس الحاجه اللي هم عايزين يسمعوها. يعني مثلا ما تجيش تكلم طفل على ازاي انا بعمل بي اتش دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل لنا شير، واكتب لنا في كومنت ايه اكتر براند انت شايفها بتعمل بيهيفير وحش جدا مع الكاستمر. وما تنساش تعمل سبسكرايب.